بكيف يتحول الشاب من شاب عادي جدا لشاب متطرف وقد يكون عضوا في داعش. الحكاية اللي شفناها من قصة شاب مصري اسمه إسلام يكن، أكيد كل الناس شافوا قصته. شاب كان طالب في مدرسة أجنبية في مصر، وكان بينزل يروح الجيم وكان بيروح النادي، ولد عادي جدا زي كل الولاد في مصر. فجأة انتقل إلى التيار السلفي، ثم فجأة أهله وجدوه في سوريا يقاتل إلى جانب داعش. القصة مش قصة إسلام يكن بس، وكيف تحولت أفكاره من أفكار شاب مصري عادي لأفكار متطرفة على الجانب الآخر، رغم أنه هو مؤمن بهذه الأفكار. القصة قصة شباب آخرين، قصة الشباب المصري كله، قصة الشباب العربي كله، قصة الخطاب الديني كله، قصة المجتمع اللي بيحول شباب عاديين إلى حافة التطرف، إما الإلحاد وإما التطرف. الشاب في مصر وفي المجتمعات العربية، في كثير من المجتمعات العربية، يعني يا إما بينحرف إلى أقصى اليمين يا إما بينحرف إلى أقصى اليسار، يا إما ما بيجدش طريق إلا الانتحار يا إما ما بيجدش طريق إلا التطرف. كيف يتحول أو كيف نقي شبابنا أن يتحولوا إلى داعش أو إلى متطرفين وأعضاء في داعش؟ وده موضوعنا النهارده.